كابتن عبد الرحمن، مبروك الفوز على فريق سويت ومبروك جائزة رجل المباراة. كنت شايفين تألق كبير جدا لحراس مرمى الأهلي في البطولة في ماتشات أداء حالي، شايف ده إزاي مع المنافسة اللي بينكم كمان مع عودة عبد الرحمن؟ لا والله بص، مفيش ولا منافسه ولا حاجه، احنا كل واحد بيعمل اللي عليه وكل واحد بيبقى ليه دوره وكل واحد بيبقى ليه وقته. والله ان شاء الله بتبقى منافسه، حتى لو في منافسه بتبقى منافسه شريفه جدا. الاصلح بيلعب، مثلا لا قدر الله حارس مرمى مش كويس ولا حاجه، احنا بنشتغل على كلنا نشيل بعض، مش كلنا مين يلعب على التاني. احنا عايزين كلنا حراسه المرمى تبقى في النادي الاهلي كامله، مفيش اي مشاكل فيها، اللي موجود بيلعب، اللي لو اثر في حاجه اللي وراه يشيله، حتى اللي وراه يشيله، كلنا بنشيل بعض، ما حدش يعني بيبقى فيه نفسنا ولا في اي مشكله. والله حراسه المرمى في النادي الاهلي لسه ما قدمناش المتوقع، لسه اللي جاي باذن الله احسن، ولسه عندنا كذا بطوله لازم يبقى لينا، كل بطوله لينا بصمه فيها، ان شاء الله اللي جاي احسن واحسن باذن الله. طبعا عدم التأهل للمربع الذهبي بعد خساره من برشلونه البطل التاريخي للبطوله، الاهلي في منافسه قويه من المراكز الخمس للثامن، الفرق كلها عربيه، منافسه بطول خطوه. وشفت ماتش الكويت ازاي واستعداده للفائز من النجمه والفريق ازاي؟ لا والله احنا مستنيين، يعني احنا مش يعني احنا كل ماتش بناخد ماتش، وكل ماتش بنحضر له كل تحضيره معينه، احنا بنستنى كل مباراه، بنستنى حتى اول ماتش يخلص بنجهز له فيديوهات، بنجهز له حاجات. لسه يعني ماتش الكويت النهارده ده احنا محضرين له من احنا امبارح كان اجازه، احنا من بعد الماتش برشلونه على طول تاني يوم الصبح حضرنا له الماتش من الصبح لغايه قبل ما نيجي، حتى بنعمل فيديوهات قبل ما نيجي الماتش. والله فرقه الكويت فرقه محترمه جدا جدا، مليانه نجوم كبار ومحترفين كبار، احترمناها كويس جدا، الحمد لله ربنا كرمنا عشان احنا احترمناها وعملنا اللي علينا وتعبنا، فربنا كفانا الحمد لله بالفوز ده، فوز كويس الحمد لله.